مهم جدا تثق في اللعيب، بس مهم رد فعل اللعيب. وصلت؟ يعني مهم انا اثق، مهم انا اثق في اللعيب جدا، طب رد فعل اللعيب يبقى قد الثقه، صح كده؟ بس اللعيب معرض ان هو يكون كويس او وحش. وارد، وانا بقول لك ان ممكن مروان يبقى مبقاش افضل حاجه، مش افضل، بس انا اقصد يعني ايه؟ انت ممكن بكره تلاقي نفسك بتلعب بياسر ابراهيم حلو ومروان وامام وحمدي والاسماء اللي الناس كلها عايزاها والناس كلها وما مش تبقاش عايزاها، افضل حاجه، اللي الناس كلها متفقه عليها وما يبقوش تمام، افضل حاجه برضه. وارد في الكوره، بس برضه هنرجع للخطوط اللي انت بتبني عليها من البدايه. انا ببني على الحاله الفنيه والذهنيه اللي هي الاخيره للعيبه، فانا باخد الافضل فبيلعب، ما باخدش اللي هو راجع من اصابه او مش في حالته او مش مركز او في الفتره الاخيره ما كانش بيلعب ويجي يبدا. ماشي، ما انت لازم تبقى عندك حاجه اسمها ايه، الخطوط واضحه. انت بتختار بناء على ثقه ولا بتختار بناء على حاله فنيه اخيره ولا معيارك ايه؟ المعيار كمدير بتاعك فني يعني. كمدير فني معيارك انت بتختار ازاي؟ لان انا يعني انا راجل على فكره مدرب شاطر، مين انا قعدت فيتوريا؟ معاه فيتوريا، قعدت معاه قعده يعني كانت قعده وديه كده، فاتكلمت معاه في الكوره وحاجات، هو عنده حاجات كويسه جدا، بس هي يعني انا بشوف من اللقطه الاخيره اللي حصلت مع فاكر اللعيبه لما خرجت من نادي الاهلي وراحوا لعبوا ومش عارف ايه واتغلبنا من تونس الماتش ده، فاكر التصريح اللي بعد اللي بعد ده؟ لا، التصريح ده لازم اروح واقف عنده كده وعامل علامه استفهام كبيره، بيدل على شخصيتك. هو انت صاحب القرار ولا انت حد قال لك حاجه فانت طلعت تتكلم؟ اوكي، لو انت خدت كلام طلعت تتكلم يبقى دي، يبقى انت في حاجه كده غلط. عندنا مشكله، هيبقى عندنا مشكلة. من هنا من النقطه دي انا بدات احط علامه استفهام كده على الشخصيه، عشان كده بدات اتابع بقى الاختياراتك بس هو اختياراته بنسبه 90 95% جيده طبعا جيد، او بس يعني اختياراتك متفق، بلاش جيده، متفق عليه. اختياراتك بس في التشكيل لا كان في علامات لا استفهام التشكيل، كتيره لا انا من بتكلم على البدايه. اختيارات من انا اقصد ان انت اللاعبين. في خلينا حتى احنا رجعنا، بس بقول لك على الشخصيه والتركيبه من بدري، فما هو وصلنا ان احنا النهارده ان احنا اختلفنا معاه في ليه ما يلعبش ده، وممكن اللي يلعب التاني ما يبقاش افضل، بس انا بتكلم برضو على الحاله اوكي، الفنيه. مصطفى فتحي ده لاعب وحش، لازم يبقى له دور، هيلعب مش هيلعب؟ انا بقول لك مش هيلعب في البطوله من بدري اهو من قبلها. ليه؟ عنده امكانيات وعنده وعامل مع بيراميدز ماتشات هايله، بس مش هيلعب. هيلعب مكان مين؟ لو انت لا انا عندي، بص انت بعد الماتش ما بي يعني الماتش هو شغال، انا العب اي حد واخرج اي حد طالما انا لعب اي محتاج، حد وخرج اي حد، اي حد بقى ايا فيه كان، محمد صلاح، اقسم بالله اي حد، محمد صلاح محمد اي حد تحديدا، مش لا هيديني، محمد محمد صلاح صلاح مش هيديني بالمستوى اللي انت شفته في موزمبيق. محمد صلاح يخرج طبعا، اوكي، محمد يخرج من الدقيقه 60 65 يخرج وننزل حد تاني، مش بت... لا انت مش... كمدرب قادر ان انت تعمل كده. يعني لو ما عملتش كده امشي. اوكي، لو انا مش يا جماعه لو انت مش صاحب قرار في مكان سيبه وامشي، لو انت مش تبقى صاحب قرار لا تبقى لا عندك هو ممكن شخصيه قراره، ومسؤوليه امشي من المكان. ممكن فيتوريا يكون قراره عكس قرارك، ان محمد كده كده، انا واحد من الناس عكس تمام، قرارك، ان انا لو انا المدير الفني مش هطلع، مش خوفا ولا بتاع، ولكن ان محمد كده كده لازم يفضل موجود لغايه اخر ثانيه. وجهه نظري. وجهه نظر، يعني اقصد ان هي مدارس بالمناسبه، مدارس بالظبط. انا هي ليها حاجه مهمه، حاجه نفسيه تاثر على الفرقه التانيه ان هو لدوره مهم وموجود، لا واخد بس هي علمي ليها حاله نفسيه برضو عند لعيب تاني. صحيح، ولكن الكل كل يعني واحد على عنده فكره في الكوره، بس انا بشوف دايما المدرب لما بيبقى عنده شخصيه واللعيبه بتحس انه عنده شخصيه وصاحب قرار على كل الناس، هو الشخصيه ان انا ده اطلع مهم محمد جدا. صلاح، لا لو مش مش هي دي كويس، الشخصيه. لا ما هو انت لو كويس كويس، مش كويس بتلعب، انت كده ما عندكش ولا شخصيه. هو لا ازاي ازاي يعني انت لا لا لا، بس هو محمد من يعني، هو ما تزعلش مني، هو ميسي طبعا كل شويه اقول هذه الكلمه مع قياس مع الفارق في القياس تمام، يعني، ولكن هو محمد ميسي لما يجي يبقى وحش في ماتشات، ما هو في ماتشات مع الارجنتين مش ميسي ملمس الكوره تمام، و بس انا بشوف النجوم، انا وجهه نظري في الموضوع ده ايه، ان انا لما بشوف النجوم اللي زي ميسي، كريستيانو في البرتغال، محمد في مصر، ساديو ماني في السنغال، بقيت كل واحد في 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 منتخب بلده، بيبقى ليهم وضع خاص، طبعا وضع خاص، مش وضع خاص في حاجه، لكن حتى من الناحيه الفنيه مجرد وجود محمد صلاح في الملعب فهو واخد عين اللي جنبه واللي ماسكه واللي بيغطي عليهم، تمام، فده يدي فرصه لمصطفى محمد او طبعا زيزو، على اعتبار ان الفكره دايما كانت
لما نيجي نتكلم فني اكتر ونخش في الفني، ان الفكره ان محمد هو اللي ينزل ويبقى زيزو هو اللي من ظهره او مصطفى محمد اللي من ظهره علشان تفضي مكان مع محمد، ده ما حصلش ولا مره في الماتش. ايوه، ما انا ده اللي انا بقوله لك النهارده. لو انا مش بقول يبدا ما يبداش، يعني هو لازم يبدا، ولكن السيناريوهات السيناريو بتاع الماتش بيتغير. لو انا حسيت ان دوره اللي انت بتقوله ده بدا يقل، لازم ندخل حد تاني. اوكي، فاهم انا اقصد ايه؟ يعني مش احنا مش ضد صلاح، ولا احنا بنتكلم على لا انت بتتكلم بشكل عام، لا انت بتتكلم في احسن لاعب في العالم. بس هي الدور، لو انت مش، لو انا عامل سيناريوهات لكل لعيب، انا عايز منك ايه؟ لو الدور ده قل او الدور ده ما بقاش موجود، لازم يخرج ولازم يدخل حد تاني. انا ده اللي انا بشوفه. أوكي. وعلى اي لعيب ايا كان هو مين. لا انا يعني بشوف برضو جوارديولا في برشلونه كان عنده ايتو، كان احسن لعيب من احسن لعيبه او راس حربه في العالم، ده مشاه. ماشي، ما بحبوش. لا ما اقصدش، انا اقصد ايه؟ طريقه لعبه مختلفه. لا انا اقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ ايوه، ما كان عنده طريقه لعبه مختلفه. انا اقصد كان عنده يعني، وداخل كان لسه مدرب بيبدا. صح. انا اقصد ان انا مش عايز اتمنظر عليه، ولا عايز اهاجمه. انا كل فكرتي ان ما بتخدمش طريقه لعبي او اسلوبي. شكرا. اذا لو كانت بتخدم اسلوبي انا، اسلوب الشوط الهجومي الفني اللي جاي، فخلاص فخليك موجود. خلاص زي ما انت عايز. بس انا بقول لك طالما هو دوره مش موجود، شكرا، ودخل حد تاني يبقى ليه دور.